رجعنا مرة أخرى مع حضراتكم ونتحدث أكثر عن تحسن مؤشرات المالية العامة مع دكتور محمد الشواتفي أستاذ الإدارة والاستثمار. يا دكتور صباحك كل خير، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا بيه، صباح الخير هنا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني دكتور، يعني خلينا مثلما جاء في الخبر اللي ذكرته يارا أن في نظرات مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري من ثلاثة من المؤسسات التصنيف الكبار في العالم، فيتش وموديز وستاندرد أند بورز. يعني بتشوف إزاي انعكاس هذه الإشادات على الاقتصاد المصري؟ ما هو المنتظر خلال الفترة اللي جاية ونحن نتحرك باستهداف الحكومة ل 4.6% في السنة المالية 2025-2026 كنمو بشكل كبير؟ هو الحقيقة طبعا المؤشرات أو تحسن أداء الاقتصاد المصري في ضوء التقارير الدولية من مؤسسات مثل هذه المؤسسات الكبيرة بيعكس جهود الدولة خلال الفترة الماضية لمعالجة الخلل والوهن اللي كان بيمر به الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية نتيجة الظروف الاستثنائية اللي كان بيمر بها الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي كان أثر بشكل كبير جدا على الأداء الاقتصادي في الاقتصاد الأشياء بصفة عامة وبخاصة في الدولة المصرية، لكن هناك جهود بذلت في الفترة الأخيرة حتى يمكن أن تحسن الاقتصاد المصري وبخاصة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وكمان حزمة المساعدات الاتحاد الأوروبي وكذلك أيضا الصفقة اللي تمت في الفترة الأخيرة اللي هي مع شراكة رأس الحكمة. بالفعل رأس الحكمة دي كل العوامل دي الحقيقة أدت إلى مجموعة من المؤشرات. أول مؤشر الحقيقة كان تحسن أو في فائض أولي كان ظهر في الموازنة العامة للدولة تجاوز 3% بعد ما كان الأول كان فيه سالب وبعدين 1.3 بقى 3.9 دلوقتي 4%. فده الحقيقة طبعا ادى المؤشر بأن في كفاءة في داخل الاقتصاد المصري من ناحيتين. الأول حاجة كفاءة في زيادة إيرادات الدولة من خلال بعض الأنشطة اللي تمت وبخاصة في الشمول المالي والتسديدات الإلكترونية وغيره اللي أدى إلى تحسن نسبة الضرائب في الإيرادات العامة للدولة. النقطة الثانية الحقيقة طبعا برضو اللي هو زيادة أو ترشيد الإدارة في الإنفاق العام، بمعنى أن كان هناك برضو الإنفاق العام حصل فيه مجموعة من السياسات أدت إلى تحسن فيه وبخاصة في سياسات الدعم والسياسات المرتبطة بالاستثمارات المباشرة وغيره. ده برضو أدى إلى نتيجة مؤكدة في أن حصل فائض أولي، وده حصل فائض أولي يبقى بعد كده الفائض العجز النهائي ده بيكون نتيجة تراكمات موجودة لكن في نفس الوقت في الدين. فهو برضو حصل إدارة الدين في الفترة الأخيرة حصل فيها تحسن إلى حد كبير جدا وحصل فيه ضبط للدين وحصل فيه كمان زيادة في ترشيد موارد استخدامات الدين، بمعنى ان حصل النهاردة في موازنة او مقارنة او توازن ما بين المساهمات اللي بتيجي او مصادر الاموال واستخدامات الاموال واصبح النهاردة في ادارة للدين ادت الى تحسن كبير. الامر الثالث الحقيقة طبعا وهو العمل او الدولة جهود الدولة في ان ضبط الاقتصاد غير الرسمي اللي هو الاقتصاد اللي هو بيسموه العامة اقتصاد تحت السلم. فهناك جهود كبيرة لضبط هذا الاقتصاد والعمل على دخوله ضمن الاقتصاد الرسمي. كل العوامل دي أدت إلى مجموعة من المؤشرات. أول مؤشر إن الدين العام سياسة الدين العام أو نسبة الدين العام تم فيها ضبطها أو انخفضت عما كانت موجودة عليه في السنة اللي فاتت. النقطة الثانية كمان الانفاق العام تم فيه ترشيد، الإيرادات زادت. في ضوء كده كمان جهود الدولة في التصنيع وجهود الدولة في التصدير. النهاردة موازنات الدولة أو قدرة الدولة لما نبص لمؤشرات الدولة حتى الأولية اللي صدرت الأسبوع اللي فات قالت أن الدولة زادت فيها نسبة الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية وبخاصة التوسع في السوق. كل العوامل دي مع كمان في كمان هناك ظروف استثنائية أو ظروف كمان صعبة اللي هو اللي هو ما ترتب على وجود البحر الأحمر أو ما يحدث في البحر الأحمر وغيره من قصور أو صحيح ظروف صعبة ولها تأثيرات
انعكاسات ايضا على الاقتصاد في كل دول العالم، ولكن رغم ذلك الاقتصاد المصري يحقق تطورا ايجابيا. دكتور محمد، لو تسمح لي نروح للحديث عن القطاع الخاص، وفي اهتمام كبير بتعزيز مشاركه ودور القطاع الخاص. ايه الدور اللي هيقوم بيه القطاع الخاص خلال الفتره المقبله؟ اهميته ايه لضمان تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام يا دكتور؟ الحقيقه طبعا بقالنا 4 سنين النهارده، الدوله النهارده بتشتغل على ازاي تفعل دور الاقتصاد الخاص او القطاع الخاص في الاقتصاد الرسمي، وازاي تفتح مجالاته في كافه الاستثمارات وفي كافه المجالات. وده واضح جدا الحقيقه في خدمات الدوله النهارده، واضح في التعليم، الجامعات الخاصه والجامعات الاهليه. واضح كمان ده ادى لحاجتين، اولا زياده الايرادات، وفي نفس الوقت ضعف باثر كمان على الانفاق العام، وفي نفس الوقت كمان في الصناعه. وكذلك ايضا النهارده في الاتفاقيات الدوليه وخاصه في المناطق الصناعيه وتوطين الصناعه، لان الدوله مستهدفه انها تصل الى 65% نسبه مساهمه القطاع الخاص في الناتج الاجمالي. وده الحقيقه جهود كبيره تمت، وتمت من خلال، ما تمتش كده بشكل استثنائي، لكن تمت بشكل واضح من خلال اللي هو النظم الالكترونيه، ومن خلال حوكمه القطاع الخاص وحوكمه الاداء، وكذلك ايضا حياديه الدوله في التعامل مع القطاع الخاص والاجزاء الاخرى المملوكه. كل دي ادت الى ان القطاع الخاص بيقوم بدور اكبر. في نفس الوقت ده كمان القطاع الخاص، دعم القطاع الخاص بيعمل حاجه ثانيه، ان هو كمان الاستثمار الاجنبي المباشر، لان الاستثمار الاجنبي المباشر كمان بيلعب دور كبير في داخل الدوله المصريه. كل العوامل دي بتاكد لنا ان هناك انه في رؤيه وفي هدف يتم العمل عليه بشكل مدروس. نعم. بنفس الوقت كمان ان هو تفعيل ادوار مختلفه، يعني الدوله النهارده مش هي الحكومه او المملوكه، الاجهزه المملوكه للدوله، لكن اصبح قطاع خاص، قطاع استثماري، قطاعات كمان الخدمه المدنيه او القطاعات المدنيه في النواحي الاجتماعيه. كل العوامل دي بتقول ان في منظومه بتتم النهارده، استفدنا من التجربه السابقه او الظروف الاستثنائيه السابقه بالتفاعل، تفعيل ادوار الدوله وقدرات الدوله حتى يمكن ان نتجاوز الازمه، وفي نفس الوقت رسم مسار اقتصادي جيد يمكن من خلاله تحقيق التنافسيه والعمل على اعتماد على المنتج المحلي. نعم. وزياده مكوناته، وكذلك ايضا زياده التصدير وخفض الورده. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل، دكتور محمد الشواتفي، استاذ الاداره والاستثمار.